ونحن مقبلين على استحقاق دستوري وانتخابات نيابية بالصيف، وأنا حابب أنه كنا نشتغل بروح الفريق مع كل مؤسساتنا، وأهم شيء التواصل مع المواطن الأردني والشباب بالموضوع. فبطلب التعاون والتنسيق بين الجميع، ونشتغل بجدية وبإخلاص وبشغفية. حياكم الله. 4 سنوات هو العمر الدستوري لمجلس النواب، وفي بداية كل مجلس تشكل حكومة جديدة. وصلنا إلى المجلس 18، عند نهايته كثرت التأويلات والأحاديث التي تقول إنه من الممكن أن يمتد عمر المجلس وفق الدستور لسنة، وتم الحديث أيضا عن إمكانية تعديل خامس. يوم أمس خرج القول الفصل إن الانتخابات المقبلة ستكون في الصيف، وعليه كثرة الأسئلة. هل سيحل المجلس وبالتالي ستغادر الحكومة وتأتي حكومة تشرف على الانتخابات؟ هل سيسلم المجلس الحالي المجلس القادم وعليه من الممكن أن تستمر الحكومة وفق الدستور؟ رأي ثالث يقول العرف السياسي الأردني يقول الانتخابات الجديدة تعني حكومة جديدة ونوابا جدد، ويكأنهم يقولون لا نريد النواب ولا الحكومة، قالها اللبنانيون قبلهم، كل يعني كل، أو بالأردني قلم قايم. أهلا بضيوفي الذي سأناقش معهم هذا الموضوع، وأبدأ بمعالي سمير الحباشني رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء ووزير داخلية سبق. مساء الخير معاليك. أهلا دكتور طلال الشرفات الخبير القانون أستاذ بالجامعة. مساء الخير سيدي. مساء الخير يا صوت المملكة بدأ. أهلا بكم جميعا. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم طرحوا الأسئلة. أهلا بكم. بعض من نصوص الدستور الأردني فيما يخص الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب تنص المادة 68 في الفقرة الأولى: مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية. للملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة الملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين. الفقرة الثانية من المادة 68 نصت على: يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور 4 التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. جاء في المادة 73 الفقرة الأولى: إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل 4 أشهر على الأكثر. في الفقرة الثانية: إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور 4 يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. المادة 74 في الفقرة الثانية نصت على: الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. أهلا بكم من جديد، وأهلا بضيوفي مع حفظ الألقاب. سأبدأ اللقاء وأبدأ معك سيدي. يوم أمس جلالة الملك التقى بالسلطات الثلاث وتحدث بأن الانتخابات ستكون بالصيف، بالتالي زادت الأسئلة: هل سيحل مجلس النواب أم أن هناك مجلس سيسلم مجلس؟ ما حد عارف. سيناريوهات نريد أن نقرأها، كيف تقرأها في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وسعدتم مساء، سعيد أكون معك ونحن أكثر مرة جديدة بوجود الأخ الحبيب الأستاذ طلال. الله يبارك فيك. معليك. والله أستاذ عامر أنا كنت خارج البلد، نعم، ومش متابع المشهد من الداخل، ومع ذلك سألتني بعض المواقع في الأيام السابقة أنه هل يتم التمديد، ومع أنه إشاعة التمديد أو الحديث عن التمديد كانت عالية أنه بدهم يمددوا بدهم يبقوا على الحكومة، وكان ردي وموجود على المواقع قلت لن يتم التمديد إلى المجلس.
لسبب أنه أولا بيقول لك والله الأسباب وانسداد وظروف صعبة، مرينا في ظروف أصعب. 2003 كان عندنا غزو العراق، و2010 و11 كانت الكارثة السورية في أوجها، ومع ذلك الانتخابات كانت في موعدها. يعني حقبة الملك عبد الله لا يتعامل مع التمديد إذا بتلاحظ، يعني بالعكس أحيانا في يعني إحساس بعدم كفاءة المؤسسات بتروح في مجالس قيادة سنتين صحيح. يعني من عمره وعيان قعدوا سنتين صحيح. أوقات كثيرة. الإجراء أعتقد أنه جاء لينسجم مع الدستور وينسجم مع الحاجة الموضوعية للدولة الأردنية، مش بس مع الدستور وأيضا للحاجة الموضوعية للدولة الأردنية. شو فلسفة الانتخاب أستاذ عامر؟ بعيد عن القانون والتغيير كل 4 سنوات، أنت تجدد شباب الدولة. أنت طبعا مش الشباب بالعمر الزمني، شباب بالعمر الذهني والفكري والبرامجي. الإنجاز. أي حكومة، أي حكومة، أي برلمان أنا بتقديري سقفه أن يعطي ب4 سنوات، عنا وغيرنا 4 سنوات. ولذلك الأمريكي يعني بقول لك الرئاسة 4، يجدد مرة واحدة بعد المرة الثانية لو أنه بحرر القمر بده يطلع، ما بيطلع أكثر منه. فأنا بتقديري هذا كلام صحيح، كان العكس أن يؤدي إلى انسداد في الحياة السياسية، حالة من الإحباط، حالة من تراكم الأخطاء، أنه أنت تبقى بوجه الأخطاء القائمة لا تذهب إلى صفحة جديدة، وبالتالي إنجاز متوقع أو معمول جديد. لذلك أنا بتقديري هي إجت احتياج موضوعي للدولة الأردنية أن تتم الانتخابات، وانسجام مع أصل الدستور مش مع الاستثناء. الاستثناء أن يتم التمديد. يعني تتوقع يحل المجلس الحالي؟ الحالي أنا بعتقد يعني بدك رأيي، ملاش نحكي في الاستشراف، نحكي أراءنا. أراء نعم هي أراء. أنا رأيي حتى تكون الأمور يعني موضوعية وعادلة وتبقى المؤسسات قائمة، لما لا يبقى مجلس النواب ومجلس يسلم إلى مجلس. طيب سأتي لهذه النقطة. سأتي لهذه النقطة، لكن بدي أسمع أيضا منك سيدي السؤال. مجلس سيسلم مجلس أم سيتم حل المجلس؟ وبالتالي راح تروح الحكومة. والأهم حسب الناس إنه جاءت حكومة جديدة، يعني دولة الرئيس ما يعني بالدستور ما بيطلع لا يجوز لا يجوز. يا سيدي ابتداء أنا أتفق مع معالي المهندس سمير حباشنا في أن التمديد لم يكن له داعي، وبالتالي كتبت أنا عنه في الماضي وقلت أنني أرى أنه لن يتم التمديد، وهذا ما تم بالفعل. فيما يتعلق بمسألة إجراء الانتخابات النيابية، الآن نحن أمام خيارين دستوريين، إما أن يتم استخدام الاستثناء في الخيار الدستوري وبالتالي حل مجلس النواب، ومن ثم خلال أسبوع خلال أسبوع يجب أن تستقيل الحكومة وتجري الانتخابات خلال 4 أشهر، وأما أن يستخدم الخيار الثاني والذي لم يستخدم يعني منذ فترة طويلة، وهو أن يستمر المجلس وتجري الانتخابات والمجلس منعقد، وبالتالي ينتهي مدة المجلس ب 25/9، وهو الموعد الذي وهي 4 سنوات شمسية، والموعد الذي أعلنت فيه في الجريدة الرسمية نتائج الانتخابات الماضية. أنا شو بترجح؟ برجح أن يتم مجلس يسلم مجلس، هذا من جهة. الجهة الثانية أيضا أعتقد أن الأمر مرتبط بظروف سياسية، هنا الظروف السياسية أعتقد أنها ممكن أن تدخل في الاعتبار، ومسألة هل لدى الحكومة برنامج لم يتم إنجازه بعد، فإذا كان هذا الأمر يعني في هناك مصلحة وطنية عليا في وجهة نظرك هل هناك برنامج لم تستمر الحكومة؟ نعم، الحزم الاقتصادية للحكومة لغاية الآن لم تتم بشكل كامل، وهناك بعض التشريعات بحاجة إلى إنجاز، بالذات في تشريعات هناك يعني تسارع في مسألة تعديل التشريعات المتعلقة بنمو الثروة والمتعلقة بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وبعض التشريعات المتعلقة بالنزاهة ما زالت بحاجة إلى تعديل، وربما يتم إنجازها في الأشهر القادمة. لكن أنا أقول أن هناك مبرر في استمرار هذه الحكومة في هذا الوقت بالذات، لكن إذا ارتأى جلالة الملك أن يستخدم طيب بدأ أستمر معك على البرامج ومواضيع الحزم،
كان رئيس الفريق الاقتصادي فيما يتعلق بالحزم رجع إلى معشر وبالتعديل خرج. وبالتالي أي حكومة قادمة قادرة على أن تستمر في هذا الحزم. إذا أنا غلطان قول لي غلطان. نعم. أسئلة تطرح. نعم أنا أعتقد أن خروج نائب الرئيس هو إذا إحنا معلقين الحكومة على البرنامج. نعم. وعلى الحزم. أنا أعتقد أن الذي يتابع الحزم الاقتصادية كان دولة الرئيس وبعض أعضاء الفريق الوزاري، وبالتالي كان صحيح أن معالي رجال معشر كان عنصر مهم في رئيس الفريق. الفريق رئيس الفريق، ولكن من الناحية الفعلية كان الذي يدير الحزم الاقتصادية دولة الرئيس أنا بتقدير وحسب. نعم. الطلع الأول. نعم سيدي مهندس درجع عليك بتقول لي الآن مجلس يسلم مجلس فيها عدالة أكثر مؤسسية مؤسسي يعني مش عدالة لا لا مؤسسي. طيب تسألك سؤال الآن أليس من الظلم هناك من يقول أليس من الظلم أنت الآن نائب بهذا المجلس وأنا بدي ترشح جميل أنت ما زلت نائبا نعم لك نفوذك لا. سيارتك كل شيء بالمقابل أنه أنا ما عندي شيء أنا بدي ترشح فمن الممكن أنه يتم استخدامها الناس بيقول لك يا عمي ناجح لدفع سيارته بعده معه مش كل الناس راح تفوت على هالدستور وتقرأه 100% شوف إذا إذا عمر بيك بيكون وأنا يعني قلت لك من باب المؤسسية أن مجلس يسلم مجلس لكنني لست مع دورة استثنائية يعني مش مع دورة استثنائية أن تكون سلطة المجلس قائمة على رأس الحكومة مش مع دورة استثنائية مجلس مثل ما تفضلت بشهر 5 تنتهي دورته العادية بروح يعني لا يوجد له دورة استثنائية وتبقى الحكومة أنا مش حاس كثير أنه في جعبة الحكومة كثير تعمله يعني أستاذ طلال تفضل وقال حزم وأعلنت الحزم وحقيقة أستاذ طلال هي مثل المنخفضات الضحلة كيف بجي بقول لك في منخفض جوي لكن ما في مطر في برد يعني أنا ما حسيت لها وقع أو أثر أو انعكاس إيجابي على حياة الأردنيين مثل ما قالوا لنا وبشرونا في هذا الموضوع لكن أستاذ عامر أنا بحسبها كالتالي أنه بدها تروح الحكومة وتأتي حكومة لتجري انتخابات صحيح؟ الدستور أنا رأيي أنه إذا حل المجلس وجاءت حكومة بدها تيجي حكومة لغايات إجراء الانتخابات هاي فيها مثلبين الأول المثلب وأنا بحكي من تجارب سابقة صحيح المثلب الأول أن هذه الحكومة سوف تعطل أعمال الدولة فعليا أعمال الدولة كلها بتتعطل إلى ما بعد الانتخابات دائما ماشي. الحكومة الانتقالية بتعطل ما فيش لا سياسات ولا برامج ولا شيء احنا جايين نعمل انتخابات والمثلب الثاني والأخطر انه هاي وزارة الانتقالية مش مشية يعني كثير من الوزراء وانا بحكي عن تجارب سابقة استغلوا حكومة من هذا النوع وحملوا كل امتيازات الدولة اللي في حدود اختصاصاتهم لمناطقهم ولجماعتهم خصوصا انه البرلمان غايب طيب يعني مرحله عارف كيف ماشي. بس بسالك سؤال بسالك سؤال ساتي الى هذه النقطه عاوز الخصوص عندما نتحدث عن هويه الرئيس ماشي من الممكن ان هناك هويه للرئيس اصبح الاردني قادر على معرفه انه هذا الرئيس جاي على يجري انتخابات او من الممكن هذا الرئيس القادم ان يستمر في المجلس وبالتالي ربما ما تصيرش الحياة مش مشية مو أنا لا أتحدث عن الرئيس أستاذ أنا معك ما هو رئيس هي حكومة جديدة صح؟ مزبوط بس يا سيدي أنت تعلم أنه كل وزير في بقعته في مكانه عمليا هو رئيس يعني بحكي لك من واقع تجربة إذا أنت بدك تمارس صلاحياتك كوزير أنت رئيس في وزارتك وبالتالي لنا تجارب سابقة أن هذه الحكومات الانتقالية تم الحقيقة فيها إداء بشع إداء منحاز مناطقي عشائري إداء غير مرضي وغير وطني وإنها في عيطة وقايمة ومش مشية خذ لجماعتك رتب إلى آخره يعني أنا بتذكر دون أن أسمي أحد الوزراء خارج نظام الخدمة طبل الحكومة بحوالي 500 وظيفة قرار عينهم وجت الحكومة اللي وراها منين تجيب الشواغر وتجيب بلا وأخذ قرار وطبلت فيهم الحكومة واستوعبتهم إجباري عنها أنا قصدت هذول مثلبين كبار مثلب تعطيلي أنك تعطل الدولة حيث أن هذه الحكومة جاءت لتعمل انتخابات والنقطة الثانية أن تستغل هذه المشمشية أو الفترة القصيرة
والأردنيين بيقولوا مش مشي لأنه موسم المشمش قصير. قصير. نعم. تستغل هذه المشمشية لي يعني أن تستغل الدولة ومؤسساتها بانحياز إلى بعض الوزراء ولا أقول كل الوزراء اللي ممكن يمارسوا هذا العمل. لا أحد تؤيد ما تفضل به. أنا أؤيد مع عليه يعني في كثير مما ذهب إليه، ولكن يعني أعتقد أن الحكومة الحالية ما زال لديها كثير من البرامج التي من الممكن أن تستمر فيها في هذا. يا أخي يقول شو البرامج؟ يعني أنا حسب اطلاعي فيما يتعلق بالتشريعات، التشريعات الآن في تشريعات متعلقة بمنظومة النزاهة البلد بحاجة إليها بشكل كبير جدا، وبالذات مراقبة النمو والثروة. النص الذي عدل فيه بس تم تعديله. نعم لا تعديله الآن سيتم تعديله أيضا مرة أخرى، لأنه حتى إعطاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعني حصانة أكثر وستقلني. ليس وإستلالة مشروعية أكثر في مسألة المراقبة الفعلية وليست بناء على شكوى تصبح الهيئة. طب ماشي، لكن أي حكومة قادمة إذا أرادت الهيئة تعديل بعض قوانينها بترسل للحكومة والحكومة بتعدلها. لا يا سيدي، هذه في هذا الجانب بالذات بالذات في منظومة التشريعات، وهو الجانب الذي أنا أختص به. هذه الحكومة للأمانة هي التي استطاعت أن تقدم نموذجا في مسألة تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد من جهة، وأيضا مارست على أرض الواقع مسألة تحويل القضايا التي أحيلت من ديوان المحاسبة ومن كل الجهات بدون تردد، وحتى القضايا التي وجدت في وزارة الأشغال أيضا الآن موجودة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. أنا يعني تابعت الحكومات السابقة لم تقم بهذه الأفعال، وأنا أثق وربما يعني ليس بشكل مطلق ولكن بشكل كبير أن الحكومة القادمة أو التي تليها لن تقوم بما قامت به هذه الحكومة في هذا الملف بالذات. بس حكومة سمير فاي عملت هاي الموضوع زي ما مش بال يعني للأمانة يعني هو قدم نموذج جيد دولة سمير الرفاعي في الفترة التي قضاها، وربما يهمنا الحكومات القليلة التي يعني قامت بتخفيض الضرائب دون أن يكون هناك عجز كبير في الموازنة، ويعني قدمت نتائج كبيرة. لكن أنا أتحدث في هذا الملف بالذات، قد يكون في ملفات أخرى هناك حكومات كثيرة تتقدم على هذه الحكومة. تعود هيئة نزاهة. نعم صحيح. لكن أنا يعني مطل ومتابع منذ أن جاءت هذه الحكومة، هي قدمت نموذجا، وبالتالي يعني هي يعني أصلحت كثير من التشوهات التي قامت بها الحكومة التي سبقتها. الآن يتساءل أحد يقول ماشي تكتب كل هذه التشريعات التي قامت بها الحكومة. نعم. لنجد لها نتائج. نعم. لا يا سيدي. كيف نجيب إنه هذا سؤال؟ لا أنا مطل على إنه جاءت نتائج، وربما ستشهد الأشهر القادمة تحويل قضايا كبيرة جدا في هذه المسألة. معلومة ولا رأي ولا تحليل؟ لا أنا أعتقد أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الآن تحقق في قضايا مهمة، وبالتالي ربما يتم تحويلها وربما يتم حفظها. مثل لا أستطيع أن أتحدث لأن القانون لا يسمح بإعلان. أنت عضو هيئة نزاهة سابق يا سيدي. حتى لو كنت عضو هيئة نزاهة حالي لا يجوز أن تعلن عن قضايا حماية للموضوع نفسه من جهة، وأيضا لأن لا يجوز أن تعلن أسماء إلا بحكم قضائي قطعي بات. فيما عدا ذلك أنت يعني ممكن يكون هناك جرم اغتيال الشخصية، ونحن نريد أن نتجنب الخوض طيب. في هذه المسألة. سيدي سؤال آخر، هناك من الناس بيقولوا إنه طيب إذا استمرت هذه الحكومة أو جاءت حكومة أخرى حكومة تدير ما في مجلس نواب، فهل الممكن أن يتم تمرير قوانين؟ لا استثنائي. لا مش وارد يعني هاي أظني إنه ومش استثنائي. حكومة هذه ممكن تمرر القوانين إذا بقيت. ما هو بدها برلمان. بدها برلمان. ما تقدر تمرر. لا طبعا أنا ولا يعني مؤقت. لا ما يجوا. أنا بعتقد هاي صفحة قلبناها إحنا موضوع المؤقت. خلصنا منها يعني. أستاذ عامر، شهادة الأستاذ طلال المحترمة ومقدرة، مثل ما بننتقد فعلا لما في شيء إيجابي لازم نقوله، أنا يعني بالعكس بشيد في اللي تفضلت فيه. لكن بدي أقول مسألة، أستاذ طلال تنبه أنه إذا بقيت هذه الحكومة وعقدت دورة استثنائية فسلطة البرلمان قائمة على الحكومة، ولذلك بنقع في المحذور اللي تفضلت فيه أستاذ عامر أنه هذا نائب يدخل في سباق غير متكافئ وهو ماشي قدام الناس. أنا مع مجلس يسلم مجلس دون وجود دورة استثنائية، ما في تشريع. وأنا معك. ما في. إذا مثل ما تفضلت بهذه الفترة المتبقية من الزمن عندهم بعض المسائل يعملوها. صحيح. لكن مو تشريع. طب شو الكلفة السياسية لحكومة جديدة؟ أسمعها بعد الفاصل. طبعا. تفضل البقاء معنا. فاصل قصير.
أهلا بكم من جديد وأهلا بضيوفي، وأعود لأطرح السؤال: ما هي الكلفة السياسية إذا كان مجلس يسلم مجلس أو حل المجلس وحكومة جديدة؟ كلفة حكومة جديدة يعني تصور أنه ثلاث حكومات بعشر أشهر، ما احنا 52 وزير تعدل ويصير. بس ليش أخوي؟ طيب اعتبره تعديل خامس. وهذا وكمان اللي صار يعني هو صح يا أخوي، يعني أنه رئيس حكومة في سنة ونص بيعمل خمس تعديلات، أربعة والخامس وما تحدثوا عن واحد جديد، قالوا انه في تعديل جديد. انا ما بعتقد في كل في، انا فقط من باب انه احنا لي يعني نتمسك في الدستور وفي ثوابت الدستور. يعني شوف استاذ عامر، معضله البلد المؤسسيه، احنا نريد تحقيق المؤسسيه في الدوله، المؤسسيه انه تطبق الدستور بحذافيره، حتى لو في مثالب في هذا الدستور انت لازم تطبقها. أنا مع الأمر أنه بالاستمرار بالانسياب مجلس انتخب أربع سنوات خليه أربع سنوات، وأنا ماش مضطر لثلاث حكومات بتسعة أشهر، هاي واحدة والانتقالية وواحدة بعد الانتخابات. ومثل ما حكيت لك في خوف في معاذير من حكومة انتقالية. هلأ بقولوا ماذا لو كانت هوية الرئيس في الحكومة الانتقالية؟ نعم. تختلف، يعني جاءك رئيس أنت لحالك بتقول مستمر، ممكن انه يستمر في حكومة جديدة مع مجلس نواب جديد. انا ما بشك في اي رئيس، ما انا قلت لك انه يعني حكومة مشكلة من 20-25-30 عضو، كل منهم يعني رئيس في وزارته، وهذه فترة انتقالية. انا باجي للحكومة بقول هذول اربعة اشهر مشي بدي استغلهم. انا مع الاستمرار، ومع ذلك اذا ما في حكومة جديدة وهذا احتمال قائم، نعم، وبدو روح البرلمان، أتمنى أن تقوم الحكومة الجديدة الحكومة قبل الحكومة الجديدة بنقطة أرجو أن لا يضيع البرنامج دون أن أتحدث فيها. تفضل أستاذ عامر. القانون بطبيعته الحالي، وأنا في طاولة تكون قانون الانتخاب مطولا مع ماشي. بعض القانون بطبيعته الحالي لن يعطي أفضل مما أعطت القوانين السابقة، بده يطلع مجلس شبيه تماما إلى حد بعيد بالمجلس الحالي. طيب سيدي، قانون الانتخاب إذا بدنا نفتحه بده حلقة، صح؟ مزبوط. وإحنا المثل بقول لك إحنا منصلي العنوان، إحنا عشو منصلي على الحاضر. قانون الانتخاب مسكر يعني، فبدنا نقرأ الموضوع بهذا القانون. بهذا القانون جميل جدا إنه ما نمدد ونعمل مؤسساتنا، يعني المواعيد والجداول الزمنية فيها تكون في وقتها، لكن أنا لست متفائلا في هذا القانون أنه سيعطي مجلس نواب قادر أن يحاكي الحالة الوطنية الأردنية بشموليتها. طيب ماشي. سؤال سيدي، نعم. الآن الناس نظرتهم خبر مبارح بقول لك من الممكن يتم التغيير، أنه الناس لا تنتخب هالمرة طريقة مختلفة. كيف بدها تنتخب؟ عاشت أزمات، أزمة اقتصادية وعاشوا أزمة اجتماعية، الناس تعبوا، فبقول لك احنا من الممكن انه يكون لنا منفذ حقيقي اللي هو مجلس النواب، وبالتالي يتم انتخاب هذه المره بطريقه مختلفه. كان الحديث انه احزاب، طب احنا ما عندناش احزاب حتى الان، هذيك الاحزاب القويه حزب منظم فقط واحد. هل تؤيد من يذهب للحديث عن وجود الان شغل على الانتخابات على كتل نقابيه؟ يا سيدي، هل ستكون بديلة للأحزاب أقوى أقل، ستنجح أو لا؟ فضل. سيدي، أنا أعتقد أن إفراز مجلس النواب ليس السبب الرئيسي فيه، إذا كان هناك معضلة فيه هو قانون الانتخاب. أنا بتقديري أن السبب الرئيسي لإفراز مجلس النواب بهذا الشكل هو مرتبط بشيوع الهوية الفرعية على حساب الهوية الوطنية الواحدة. أصبح النائب يتحدث عن منطقة فقط ولا يتحدث عن وطن، وهذه المسألة ستؤدي إلى إفراز أشخاص مناطقيين أو قطاعيين اقتصاديين مقاولين أصحاب مهن إلى آخره. هذه المسألة خطرة فيما يتعلق في مراقبة أو تحقيق المصلحة الوطنية العليا. المسألة صحيح أن الحياة الحزبية يجب أن تنتعش وأن يتم
الوصول الى حياه حزبيه حقيقيه تؤدي الى وصول الاحزاب الى البرلمان، لكن اعتقد ان هناك محاولات في هذه المرحله. قوائم نقابيه نعم الان النقابات نعم لها ثقل نعم ولها ثقه في الشارع. نعم نعم انا صح؟ نعم أنا طيب الان هناك من يفكر بانه يعمل من الان نعم قائمه نعم نقابيه. نعم انا مطل ان هناك بعض الاشخاص يفكرون في هذه ستنجح المساله. لا انا بتقديري انها يعني لن تكون، لان هذا العقد ينفرض فيه بعد اعلان النتائج، هذا اولا. ثانيا ان كل قائمه في الغالب لا ينجح منها الا شخص واحد، وبالتالي هذه القائمه النقابيه ما الذي ممكن ان لكن اذا كانت هناك قائمه نقابيه او مجموعه نقابات او مهنيين على مستوى المملكه، هو على مستوى المملكه اللي بتحدث ما بتحدث في منطقه على مستوى المملكه. اذا كانت في القانون ما بيسمح مستوى المملكه لا يجوز، بكل منطقه له ناس نقابيه يعني بيرشحوهم يعني مثل الحزب بدون ان تكون بس بده ينتخب في اطار دائرته صح. نعم والناس تقول لك اللي بيخدمني بنتخبه. أنا أقول أن قانون الانتخاب الحالي في هذه المرحلة قبل أن يتم تفعيل الحياة الحزبية أعتقد أن من المناسب أن يبقى كما هو، لأنه إذا كان هناك قد دخل التعديل فيه بشكل جوهري وجذري دون حسم مسائل سياسية مهمة مثل مسألة صفقة القرن. أنا أعتقد أن هناك مسألة مهمة جدا الحديث فيها وعلاقتها بقانون الانتخاب. يعني نحن نعلم جميعا المعضلات المتعلقة ب يعني نتائج الانتخابات في على المستوى الوطني، وبالتالي نحن يعني المسألة ليست مسألة مرتبطة بالخوف من النتائج بقدر ما هي مرتبطة بحماية الهوية الوطنية بشكل كبير جدا في هذه المرحلة التي يعني الوطن يعني مهدد من جهات إقليمية ودولية. إذا تم فتح قانون انتخاب على مصراعيه كما يدعو البعض أنا أعتقد أن هناك وكأنك تذهب إلى وجود أجندات خارجية ستطبق في الداخل. طبعا أنا أتفق مع هذا مع هذه المخاوف وأعتقد أن كانت المخاوف سابقا دولية، أصبحت الآن المخاوف إقليمية ودولية، وهذا ما ينذر بالخطر. وبالتالي يجب أن نتعامل بحذر، والتدخل الإيجابي للدولة في مسألة حماية قانون حماية الوطن من أي تدخلات إيجابية أعتقد أن أحد التحديات فيه هو قانون الانتخاب. ولذلك حتى الدستور أحيانا إذا كانت هناك مصلحة وطنية أو مخاطر خارجية أحيانا تقدم على الدستور، فما بالك على القانون، فالقانون من باب أولى. ماشي سأأتي إلى قانون الانتخاب مثل ما وعدتكم، بده حلقة ما بده هذا الموضوع. لا خلينا نقفز عن قانون الانتخاب، أذهب إلى نقطة أخرى. يا سيدي جربنا وزراء شباب يجحوا وجهة نظرك ولا لا؟ شباب الامور استاذ عمر مش مرتبطه في السن، مش مرتبطه يعني غير مرتبطه في السن. يعني انا الحديث عن السن يعني هذا مش عارف يعني هل الوعي والادراك والمعرفه والكفاءه مرتبطه في السن؟ بالعكس بجوز شوف شاب عمره 35 سنه مبدع وفي حكمه الكبار، وجوب شوف واحد عمره 80 سنه مهاتير بن محمد جاء لي يحدث الدوله بهالكم شهر اللي اجى فيه عمره 95 سنة. أنا بعرف ناس من قرام الحياة السياسية الأردنية فوق 80 بيحكوا في فكر استشرافي صحيح وفكر جديد صحيح. ما هذه قصة السن؟ أنا ما بعرف البدعة منين إجتنا. الشباب يفترض ندفع الشباب مثل ما تفضل جلالة الملك للمشاركة والوجود. بدي أسألك سؤال نحن الآن في الأردن الحالة المزاجية الانطباع لدى الأردنيين يحتاج إلى حكومة جديدة أم لا؟ وأمر إلى الله. الحالة الأردنية تحتاج إلى رؤى جديدة وليس إلى وجوه جديدة. كيف؟ يا سيدي إحنا حكوماتنا تسير يعني مثل ما بدي أروح أنا وياك على إربد بس نطلع على الطريق اللي بودي على الكرك. إحنا الأولويات تبعنا شغلنا كحكومات، ولا أتحدث عن حكومة الإخوان العالي يعني نعم. عن مجمل إحنا بشكل عام سابق. بشكل عام سيدي إحنا ماشيين لم نتبع بعد ما العنوان الرئيسي والشعار الرئيسي اللي بعتقد أنه إنقاذ الاقتصاديين البلد فيه اللي هو الاقتصاد الاجتماعي. إحنا نعمل في اقتصاد بحت، نحن لا ننظر إلى البعد الاجتماعي لقراراتنا الاقتصادية، ننظر لرقم فقط بالاقتصاد. إحنا أرقام، نحن لا ننطق الأرقام.
احنا بنتعامل ارقام. هلا بتجي على بعض الاخوان هذول جماعه الارقام بقول لك لا الحاله الاردنيه ممتازه الدين مش عيب مثلا. لا والله المؤشر الفلاني تحسن. هات من الاخر انا بدي اهلنا في مناطقنا المختلفه يحس بهذا التطوير. نعم. انا لما بحكي استاذي الاستاذ عامر تفضل سيدي. لما بحكي عن قانون انتخاب الاخ طلال حكى نقطه مهمه كثير انه مجتمعنا تشظر مناطقيا وعشائريا. لا يلملم المجتمع الاردني ويعيد للهويه الوطنيه قوتها الا قانون انتخاب يخرج قوى نواب وطن. بدي عامر لما بده يترشح مش يقول بده يروح على الصريح بس بده يحط في عينه انه بده يجيب اصوات من عند الحويطات. بدنا نعيد وحده تشكيل صوره الوطن. انا بعتقد في المراحل الصعبه استاذ طلال تلجا القوى الشعوب الحيه الى افراز افضل ما لديها. ما بتخاف. ليله حرب 67 العرب اعلنوا الاحكام العرفيه في دولهم. اليهود او اسرائيل شكلت حكومه وحده وطنيه. حاله الاقصاء اللي بنعيشها في الاردن حاله يجب ان تنتهي. انا بعتقد انه في استحواذ على المشهد. سيدي بسألك سؤال كمان بالمنطق. جاوب بالمنطق. طبعا. ماشي. 130 نائب. كم تتوقع من سيعود إلى مجلس نواب 130؟ شخصي أنا؟ أنا تقريبا 70. بيعود 90. نعم. بيعودش 90؟ أنا أعتقد لن يعود أكثر من 30، من 25 إلى 30. أوف. أبدا. إلى ماذا؟ على شو بتعود؟ إيش بتستند أستاذ طلال؟ 30 واحد من أصل 130؟ نعم. أنا أستند تفضل. أحد هذه الأسباب أن تشريع قانون الهيئة الآن يعني في توجه لتعديله واعتبار المال السياسي جريمة فساد. هذا سيقلل من عملية استخدام المال السياسي. وأنا بحكم أنني متخصص في هذا الموضوع إذا أصبحت جريمة شراء الأصوات جريمة فساد أعتقد أنه سيكون لها أثر كبير على استخدام المال السياسي. هذا من جانب. الجانب الآخر أداء مجلس النواب الدورة الماضية يعني ما كانش فيها مال سياسي. بقول كانت لكن الآن مش قالوا إنه في فساد. الأمر الآخر كيف بدك تعرف إنه في مال سياسي؟ اسمح لي هلا في القانون. نعم نعم نعم. بدي أترشح أنا وياك. نعم. والأستاذ عامر. نعم. وأنت رقم واحد في الرقامة والقروش معك. نعم. وإذا جيتنا فأعطيتنا كل واحد كاش 10,000 ليرة من داري يعني. بلا حدا داري. سيدي لا هذه جريمة بالتالي. وين الجريمة؟ هلا أنا وياك هلا طلعنا برا وأعطيتني 10,000. نعم. سيدي هلا مسألة الإثبات مسألة مختلفة عن مسألة الجريمة. يا سيدي لا يمكن ضبطها. سيدي أنت استندت لهذه النقطة. نعم. المال السياسي. نعم. أعطيني نقطة ثانية. النقطة الثانية أداء المجلس ليس النوعي وإنما الأداء السلبي وليس الإيجابي. الإيجابي المجلس أنجز بعض المسائل، الإيجابي أنا بتقديري بموضوعية. أي أكثر سلبي ولا إيجابي؟ لكن السلبي كان أكثر. وبالتالي هذا الأداء السلبي والشخص في كثير من المسائل والتأثير أحيانا لغايات تحقيق مصالح مناطقية أو شخصية واقتصادية، هذا الأمر أدى إلى 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 يعني وجود مخاوف شعبية ووطنية من مسألة يعني أن يصبح مجلس النواب يعني مشاركة أو مزاوجة ما بين السلطة والمال، وهذا لا يجوز من الناحية الفعلية بعد أن أصبح وجود النائب وأثره السياسي على العملية الاقتصادية سلبي. هذا جانب. ماشي هذا الجانب. أعطيني الجانب الثالث. أنا أسألك بكل جانب نقطة. نعم تفضل. الجانب الثالث أنا مع أن يكون هناك أشبه ما يكون بالمؤتمر الوطني وإن كان غير معلن، يكون دور هذه المجموعات والتدخل الإيجابي في الدولة لدرء المخاطر التي تحدث عنها معالي أبو الفهد أن الوطن من الناحية الفعلية قد تشظى، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدخل إيجابي لإعادة منظومة القيم الإيجابية في الدولة الأردنية سواء كانت منظومة قيم سياسية أو اجتماعية. المؤتمر من ينظمه؟ حكومة؟ لا أنا بقول ربما البرلمان، مجلس الأعيان، شخصيات سياسية، شخصيات حزبية، بمعنى أن يكون هناك رؤى أنه كيف نعيد بناء هويتنا الوطنية الجامعة في العملية السياسية وفي العملية الانتخابية والإصلاح السياسي. طيب ضل نقاط. ضل نقاط سيدي. لا سيدي. طيب نعم. بدي أجي على نقطة. تفضل. ماشي. نعم. المال السياسي. نعم.
هيك بتجرد. نعم. كم عدد النواب اللي استخدموا المال السياسي ونجحوا؟ نعم. تقريبا 10% 20% تقريبا في نسبة. أنا بعتقد في نسبة بس كبيرة يعني صغيرة. أغلب من استخدموا نجح. كثير. أغلب من استخدموا نجح. نعم. هذا مصطلح جميل. نعم. 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 ماشي. نعم. الأداء السلبي. نعم. تروح أنا وياك وين ما بدك على أي قرية. نعم. هسه أنا وطلعك بالسيارة نختار لنا دار نتعشى عندهم نتحلل عندهم نسأل السؤال الفلاني. نعم. بدك تعطي قرابتك وتعطي واحد ثاني. نعم. لا والله بعطي قرابتي. نعم. يا رجل ليش؟ قال لك زمهم شو بدهم يعملوا؟ نعم. لا والله بعطي قرابتي. هي تكون لي اسمي. طب هذه المشكلة. سيدي هاي المشكلة. وبالتالي النائب الآن راح يشتغل على خدمة. سيدي المشكلة الوطنية هي ليست مرتبطة فقط في مجلس النواب. مرتبطة في الشعب. بالمناسبة حتى حالة الفساد الموجودة هي حالة فساد شعبية أكثر قبل أن تكون رسمية. يا أخوي يا دكتور. وبالتالي يجب أن يكون هناك مصالحة ذاتية وطنية للعودة إلى منظمة القيادة. كيف بدها تصير؟ يعني الكلام اللي بتتفضل فيها عناوين في غاية الجمال. أنا بعتقد لن تأخذ الناس إلى هذه القيم اللي بتتفضل فيها ونعيد الوحدة للهوية الوطنية إلا عندما نأتي بقانون انتخاب يفضي نواب وطن. هناك من يقول بأن المال السياسي من يستخدمه هذه المرة سيحقق نجاحات أكثر. السبب في ذلك الضنك الأزمة الاقتصادية. أنا معك. الناس بقول لك يعمل أنا على ثقة. وبقول أنا على ثقة ضمن القانون الحالي ضمن القانون الحالي السنة سوف يكون استخدام المال السياسي أضعاف وأضعاف. سيدي مهما كان القانون الناس راح تستخدمه. لا يا سيدي. مهما كان القانون. لا لا بسمح لي. طب بقول لك هيو بدي عملنا. إذا 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 عدل القانون وأصبحت جريمة المال السياسي شراء الأصوات. فساد. هي فساد أنا أكاد أجزم أن عملية شراء الأصوات ستقل بنسبة 70%. طب سأذهب إلى فاصل وأستمع إلى رأيك. بعد الفاصل. ليش؟ بعد الفاصل. تفضل البقية معنا فاصل قصير أخير. أهلا بكم من جديد وأهلا بضيوفي. سيدي عند هذه النقطة المال السياسي أنت تحدثت من أغلب من يستخدم المال السياسي. أنا سميته من سنوات المال الأسود. المال الأسود. هل أنت تحدثت من أغلب من استخدم المال الأسود؟ نجح. نجح. الآن أستاذ طلال بيقول إنه في تشريعات راح تخفف. ناش نقول تقطع راح تخفف. الحالة المعيشية والضنك اللي بيعيشوا الأردنيين واحد اثنين إحساس الأردنيين بعدوى بعدم جدوى إنجاز وإداء مجلس النواب اثنين عدم الثقة نعم سوف يسهم في زيادة أثر المال الأسود في الانتخابات القادمة وفق هذا القانون أنا بحكي وفق القانون القانون الوحيد اللي إذا وضع قانون وطني القادر يلتف على المال الأسود سيدي شو ما كان القانون بده يستخدم المال الأسود بده يستخدم لا يا سيدي سمح لي فضل أنا متى بنجحني المال الأسود بنجحني لما أكون في دائرة ضيقة أنت لا تستطيع أستاذ عامر أن ترشي في كل الأردن دائرتك أنا بحكي في قانون انتخاب على مستوى وطني أنا بحكي في مستحيل. قانون انتخاب لا يا سيدي مش مستحيل المستحيل خوفنا وحذرنا سيد طلال احنا خايفين من شعبنا شعبنا مع الملك وشعبنا مع الدولة الأردنية ومسائل حسمها هي وراء ظهره اعطي الناس حرية ان ينتخبوا نواب وطن بدنا نخلص من تجزية الهوية الوطنية الأردنية الحالة الأردنية قبل البرلمان في الثمانينات الهوية الوطنية الأردنية كانت أقوى من الآن هذا تقصير الأحزاب لو كان هناك أحزاب ولها برامج كان القانون استطعنا أستاذ عامر أستاذ عامر بدنا جلسة أخرى أيضا على الأحزاب. الكرة في مرمى الدولة في موضوع الأحزاب الأحزاب قلت لك بدك شيء هذا نتحدث فيه من هذا 22 إلى 28 نائب صحح لي خلفياتهم كلها أحزاب نعم ولا واحد سبعة المعترفين انهم من حزب اذا مش اقل انا بقول طيب يعني هو مستحي من الحزب اللي فيه مش مستحي يا سيدي هو هذا الحزب كان جزء من وصوله الى البرلمان انا بتحدث عن قانون وطني به مكان للاحزاب وبه انتخاب في قوانين وطنيه على مستوى الاردن كوتا لا 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 سوي قوائم وطنيه لحال الاحزاب تنشط وبتصير موجوده طب سيدي انا بدي اعطيك اسمح لي وبنفس الوقت هذا النقطه الاهم انه انا مش مسجل في حزب الف بس يصير نائب ببطل هذا المقعد للحزب مش طيب للشخص ماشي هناك من يقول الان شو بمنع الاحزاب
إنها تروح ترشح بكل الأردن كل منطقة بأي قائمة يحطوا لهم حزبي بيشاركوا واحد بأخذوا مصاري اثنين وإذا نجحوا بمثلوا الحزب. طب هذا القانون بيعطيهم ليش الحزب ما بتعمل هيك؟ ما بنفع سيدي الساعة بيقدروا يفوتوا ولا بيقدروش الحزب طبعا بقوة. سيدي بدخلوا طيب. بدخل أنت كشخص بتدخل في الانتخابات أنت لا تستطيع مجابهة قوة المال ولا قوة العشيرة في القانون الحالي. يا أخوي أنا في إشي اسمه ماشي. في الأردن الآن في القانون الحالي فتحة عداد أقول لك بدك ترشح شو فتحة العداد نص مليون مالا وفتحة عداد أصوات إنه قديش رجوب موجودين صحيح. أنا بدي ما يعتمد أخوي عامر ويكون أسير لعشيرة رجوب أو لطلال بيك للشرفات كل عائلات محترمة لكنه يريد أن يكون مرشح وطن بده ينظر للوطن نظرة شمولية. تفضل أستاذ طلال وقال في عندي أزمة صفقة قرن. صفقة القرن تحملها شخصيات وطن. سيدي مش جربناه الوطن؟ لا ما جربناه. جربنا 17 مقعد. طبعا مشوهة مثل كيف أنتوا في الإعلام لما تسووا العدد صفر. وما سوينا العدد واحد يعني ما هذا ومشت بعدين. طيب سيدي. سؤال سيدي. القيم اللي بتفضل فيها أخوي طلال بدها روافع. أنا بدي أجي على. بدها روافع. بدي أجي عليه الآن على الموضوع. كيف تتحقق؟ ماشي على الموضوع إنه إذا مسكوا مال السياسي هذا فساد. طب ما النائب مع حصانة. نعم. إذا مجلس يسلم مجلس معي حصان يلا سجنني. يا سيدي أثناء العملية الانتخابية أي نائب يثبت عليه جرم فساد هو نكون إحنا بصدد جرم مشهود. طب سيدي افرض قرايبه اللي كانوا وزعوه نعم. ما له علاقة. بقول لك والله أنا ما بعرف هذول قرايبي. بس سؤال أنا بدي أجعل هذا التعديد أنا بدي أقول لك من الناحية الوقاية في الفساد أن لمجرد أن يصبح جرم فساد شراء الأصوات المرشح نفسه لأنه يجب أن يرافق هذا أن الشخص الذي يصير عليه جرم فساد أن يوقف ترشيحه مثلا شايف هذا الأمر سيؤدي إلى التخفيض بدون ما يضبط الشخص كوقاية هذا الشيء أنا متأكد منه لأنه أنا كنت مرشح نيابي سابق وبنفس الوقت كنت عضو مجلس هيئة وبعرف أنا كيف عملية التعامل مع هاي القصة. المسألة الثانية أنا أتفق مع معالي أبو الفهد فيما يتعلق بأننا بحاجة إلى جهود وطنية لمعالجة حالة التشظي الوطنية التي هي قائمة فعلا الآن. الإشكالية إذا فتح قانون الانتخاب بالطريقة التي ذكرها معالي في هذا الوقت بالذات هناك في مخاطر جمة وكبيرة جدا. بدي أعطيك مثال. نعم. نعتقد إن شاء الله يكون معاك يا سيدي ملايين أنت قاعد بالبيت وأنا بدي أروح أرشح بكل المملكة قوائم وأدفع لهم فلوس وأدعمهم بما أوتيت ألا يعتبر ذلك فسادا؟ ألا يعتبر ذلك استخدام المال الأسود بس بطريقة مقوننة؟ يا سيدي صح ولا غلط؟ هذا الأمر هناك قوانين وهناك أنظمة ماشي. في قانون الانتخاب يتحدث عن سيدي هذا الموضوع هذا مش فساد صح ولا استخدام مال سياسي لا يا سيدي قد يكون فساد وقد لا يكون كيف قد إذا كان هناك أنظمة تعالج الحملات الانتخابية وحجم في هناك حجم إذا كانت على مستوى دائرة قديش المبلغ اللي بده يصير وإذا كان على مستوى وطن شو الحجم ولا إذا كان الأغلبية ما بيصير إنه تكون عملية إنك تدفع أنت ما شئت في حملتك الانتخابية لا يا سيدي أنا بدي أنزل بكل دائرة أنا طلال أنا ما بدي انزل نعم ومعي فلوس مثل ما تفضل اخوي عامر وبدي انزل في كل مناطق المملكه بكره مشان وانا بقول لك في ناس الان بيفكروا في هالكلام مشان يترشح بكره رئيس حكومه نعم سيدي اذا كان هناك حكومات برلمانيه نعم بقول لك انا بلكي انه ما بعتقد انه راح ينجح في هذه المساله لانه اذا لا يعني انا انا بتسال سؤال نعم. هل يعتبر ذلك استخدام مال اسود طبعاً. اذا كان مخالف طبعا شراء مال اسود لكن لن يضبط عنده جماعته نزل بكل واحد بس حساب وضبطه صعب ضبطه صعب اوكي نزل بس اعطى الفلوس ليش هل مشان شراء اصوات ولا مشان الحمله مشان اعلام اذا كان مشان اعلام انا بعتقد ما فيها مخالفه قانونيه اطلاقا بامكان يكون هو عضو في حزب وبالتالي يرشح هذا الامر مشان الحمله سيدي مش عشان الحمله غير الحمله انك مش عشان الحمله سيدي في فرق الحمله طيب. انك انت تعمل يافطات تعمل بيانات انتخابيه تعمل كذا هذه ادفع انت ما شئت لكن انا اتحدث المال الاسود عندما يكون من اجل شراء ضمار الناس بس هلا بطل يا جماعة القانون الحالي لا يطلب منك انك تعطي افراد القانون الحالي ما بتعطي افراد يا سيدي تعطي قائمة القانون الحالي انا رأس قائم ومعي فلوس انا بعطي فقط 3-4 اشخاص معي وهذولا كل واحد عمليا عنده مجموعة ناس بدهم ينتخبوه بصبوا في القائمة لم يعد
بحاجة أنت بالقانون الحالي تعطي أفراد الرشاوي. إذا بتذكر الأستاذ طلال بتذكر انتخابات الأخيرة الحديث كان إلى اللي رقم واحد يعطي الأرقام اللي أقل في القائمة. يعني كانت هون المال الأسود كامن في النقطة هاي، أنه أنا كيف بدي أشكل قائمة أربع خمس أشخاص من أربع خمس مناطق وأربع خمس تنوعات بجيبهم وبيعرفوا أنه أنا اللي بدي أنجح فقط، لأنه القانون أصلا ثبت أنه لا يسمح بنجاح أكثر من واحد وفي بعض الحالات اثنين. بعض الحالات اثنين عليك التجربة الفعلية اللي كانت في المرة الماضية يعني مش كلها، يمكن مجموعة بسيطة اللي اشتغلوا بهذه الطريقة، أما الباقي كان هناك تنافس داخل القائمة، وبالتالي حتى اللي يشتروا اصلا ما بيشتروا الا القائمه يكون كلهم يشتروا، يعني هم اصلا متوالفين مع بعضهم انهم انا ما قلنا ان هذا بيشتري لحاله يصير تنافس داخل. ما قلنا كل الحاله، انا قلت كيف ممكن استخدام المال. بس سؤال سيدي، احنا كيف الان بنطلب؟ بتقول لي احنا راح يجي لنا 25 نائب الى 30 نائب، نعم، رايحين يعودوا للمجلس. صحيح. طيب واحد بيسالني الان سؤال بيقول لي بالله عليك انك ترجع على خطب الموازنه. يا أخي ولا كلمة عن الموازنة ولا رقم ولا بتمهم الموازنة. صحيح. كل واحد بدي شارع بدي مركز صحي. صحيح. ببعث رسائل لدائرته. ليش قلت 25-30 سيدي؟ قلت لأنه منهم حزب؟ طبعا جماعة الإخوان المسلمين بدي يرجع منهم 10، شايف؟ يظل 15 هذول قوى، يعني عبد الكريم الدغمي بالمفرق بده ينجح، شايف؟ وهذا لا بيشتري أصوات ولا بيسوي، لكن هذا له تأثير على الواقع الاجتماعي، وبالتالي القوة النسائية اللي معه بتصير بهذه الطريقة بيوصلوا 25. أما الناس فعليا يعني تواقع للتغيير بشكل كبير جدا. طيب وبالتالي أرقام ماشي ستذهب بشكل كبير جدا. بس سؤال، ما ظل حدا يبتز إنه بدي قاطع الانتخابات ولا في حدا بيبتز؟ لا حتى لا. ليش؟ لأنه يعني شوف يعني بطلت مرحلة إنه ابتزاز، أنا السنة هاي مقاطع الانتخابات. لا كل زمان نسمعها. استقرت يعني خلينا نقول بشكل عام إيجابية الدولة الأردنية ومواظبتها على مواعيد الانتخاب وبرلمان دائم، ترى استقرت الحالة. يعني لم يعد في ناس يشككوا في مجمل الحالة، تشكيك في داخلها في التفاصيل هنا أو هناك، بس الحالة العامة وهي جزء من إيماننا في البلد أستاذ عامر، يعني عدم المقاطعة والتهديد بعدم المقاطعة هو جزء من ترسيخ إيمان الناس في الدولة وفي النظام السياسي. أنا بعتقد هذه مسألة وراء ظهورنا، ولذلك أنا بدي أقول كلمة ربما تكون أخيرة في هذا اللقاء. الناس اللي بيخوفوا من أن نذهب قدما في الإصلاح السياسي، هؤلاء لهم أجندات خاصة، لأنهم يريدوا أن يبقوا في المشهد، لأنه إذا صار الإصلاح السياسي رح يطلعهم برا اللعب. أنا بعتقد المزيد من الإصلاح السياسي هو تعزيز للنظام السياسي الأردني ودعامة جديدة للعرش وللدولة الأردنية وتقوية الاقتصاد. طيب سؤال موجه لضيفي وأبدأ معك، هل تتوقع أن يكون هناك زخما في العملية الانتخابية، خصوصا بأن الناس لا ثقة لهم لا بالحكومة ولا بالنواب؟ شوف الأردنيين بفزعوا عشائريا، وبدو يستخدم المال كمان بكون عامل، وثلاثة في ناس بقول لك عسى ولعل، يعني الثلاث عوامل موجودة. رأيك سيدي؟ أنا رأيي أن مخرجات العملية الانتخابية القادمة ستكون مفاجئ للجميع، وبالتالي المخرجات ستكون كبيرة شهر. والمال السياسي لن يكون له أثر كما هو كان في السابق، مع أنه كما قال معالي أن الحالة الاقتصادية تردت، لكن أنا أعتقد أن حالة يعني القلق والاحتجاجات الشعبية على 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 أداء مجلس النواب ستؤدي إلى إنتاج نوعيات جيدة، ومن رحم الناس من رحم المعاناة سيكون هناك إفرازات جيدة بتقديري، هذا ما أتمنى. احنا كنا نتمنى هذا. نعم. هذا تمنيات هي. نعم. كلنا مع هذه التمنيات. نعم. لكن بس حد بتمثل واقع. الواقع مختلف والله يا أستاذ. لن يكون في المعادلة العملية الانتخابية السابقة تغيرت من حيث المال السياسي كل دورة من حيث كل دورة لا 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 والله كل دورة من أعتقد أن هناك تغيير في نمط الناس وفي ذهنيتهم. القانون لن يفضي إلى أفضل ما هو قائم، وراح تشوف. طيب. ربما لا نصل إلى النتيجة التي يعني تطمح إليها معالي الأخ، لكن المخاطر من فتح القانون في هذا الوقت كبيرة. كل مرحلة يا سيدي تعرف الأردن من أسس كل مرحلة كانت استثنائية وفي هذا الوقت بالذات. صح. ومع ذلك الدولة الأردنية حلها يكمن في مزيد من الإصلاح. نعم.
كل الشكر لمعالي المهندس سمير الحباشي، شكرا موصول ايضا للاستاذ طلال الشرطات ضيفك، شكرا لكم، دمتم بخير، نلتقيكم غدا بامان الله. شكرا.